ロハイ潮気がどロハイコルハディレキがど قال عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية ومدينة رومية قالوا أيهما أولا يا رسول الله قال مدينة هرقل يعني القسطنطينية اللي هي اسطنبول وفعلا فتحت بعد 700 سنة من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذه البشرة طبقت تطبيقا عمليا في القسطنطينية وبما أنها طبقت في القسطنطينية ستطبق بإذن الله في فتح رومية إن شاء الله تعالى هل يقابل الحقد الصليبي على المسلمين حقد إسلامي على الصليبيين لا يوجد في مصطلحات الإسلام لا في دليل من آية أو حديث أن المسلم يحقد المسلم لا يحقد المسلم يسعى لإخراج الكفار الحاقدين من الظلمات إلى النور يسعى لحمل الإسلام إليهم وكل الذي يفعله المسلم فقط هو أن يكسر الحواجز المادية التي تحول دون عرض الإسلام عليهم نحن لا نحقد على أحد نحن نحمل دعوة الإسلام رسالة الإسلام إلى العالم لأن الدين الإسلامي هو دين البشر دين البشرية فواجب علينا أن نهدي البشر بهذا الدين لكن إن امتنعوا بحقدهم فما علينا إلا أن نكسر هذه الموانع فهذه الموانع مادية كيف تكسر مش عن طريق الفيسبوك والإنترنت عن طريق الجيش الإسلامي الجرار جيش الإسلام المقاتل المجاهد في سبيل الله